السلام عليكم، مرحبا بكم في بريكولاج دي كاردون. في هذه الحلقه غادي نشوفوا واحد الفكره اللي هي رائعه جدا. فين غادي تنفعنا؟ غادي تنفعنا في هذه الحاله ملي كيكون شي جوجون مقروض. الطريقه باش نفتحوه كما ترون، هاد الكوجون غادي نشوفوا الطريقه لنبدا على بركه الله. اول حاجه كنديروها هي كنبوانتيو هاد الكوجون في هاد المكان، بوانتو الطريقة هذه. اول حاجة كنديرو كنركبو واحد ميش ديال السانك هنا في الموندران ديال هاد الشنيول، من تماك كنجيو الموايو ديالنا كنركبوه في ايطو وكنديرو ثقب في هذا المكان. الان لفتح هذا الكوجون نحتاج الى كليكيه من هذا النوع. طريقه سهله جدا كما ترون. ثم نقوم بغرزها في هذا المكان عن طريق مطرقة. كما ترون الآن لا يبقى إلا الفتح. بهذه الطريقة كما ترون الطريقة رائعة كما ترون. والعملية ناجحة. أتمنى أن تنال هذه الفكرة إعجابكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله. ولا تنسوا التعليقات الطيبة والضغط على إعجاب، لأن القناة تستمر بوجودكم أنتم. وإلى اللقاء.